اسعد الله صباحكم متابعي ومتابعات شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. احنا اليوم كنتواجدوا بسوق ولاد وجيه، كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله الحوت موجود، الخازر ربي موجوده، ها انتم كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الجوله، ها انتم تبارك الله. صباح سيدي نتاع البث المباشر، بغينا نعرفوا منك الاثمنه ديال هاد الحوت السرديل المجموعه ديال هاد الحوت سيدي. اثمنه باش 800 استاذ، 1000 ريال كان بيحب الحاج، 800 مليحه. واخا لا استاذ الله يحفظك، واخا السيد كيبيع ما قلنا واحد الدقيقه، بيد ما نشوف واحد المحل اخر. انتم تبارك الله، انتم السلام عليكم سيدي صباح الخير، بغينا نعرفوا منك الله يطول عمرك، بغينا نعرفوا منك الاسمنه. سيدي السلام عليكم، بخير علي. دابا البديه ديال بوسيف تتبدا 60 درهم حتى 50 درهم، البديه ديالو 60 درهم، 60 درهم في البديه ديالو. مهديه ديال مهديه صحاب هذا بوسيف، بوسيف هذا هو بوسيم، من العام للعام عاد تيكون هذا، من العام للعام موسمي هذا، موسم ديالو. غادي نشوفوا محل اخر، غادي نتواجدوا عند محل اخر كيف ما كتشاهدوا معنا، غادي نشوفوا انتم تبارك الله. واخا غادي نشوفوا واحد المحل اخر، غادي صباح الخير سيدي، اسعد الله صباحك، بغينا نعرفوا منك الاثمنه اذا سمحتي. تفضل خويا. الاثمنه في المتناول. نعم. عندنا السرديله هو 10 دراهم. هذا 10 دراهم. 10 دراهم هو جاي من بلاصتو ب 160 ريال. نعم. الى متى سمحتي بالدوانيه؟ الى متى هذا؟ هذا السرديل ماشي ديال قنيطره. هذا ماشي ديال قنيطره. هذا كيجي من بلاصه اخرى، من كيجي من العراج، كيجي من جديده. نعم. شريناه هو مدير 240. العقربه هي حيه. حي مديره 300 ريال. نعم. هذه فوميرنا، ماشي ميرنا، الفوميرنا. فوميرنا. فوميرنا مديره 400 ريال. شوف شنو هذه من نوع جديد ولا؟ لا هذه فوميرنا كتكون في العرايش. كتكون في العرايش. العرايش. تحية من هذا المنبر، تحية للناس العرايش. الناس العرايش والناس ديال الشمال. والمواطن اخويا احنا حاطين الحوت والمواطن ما باغيش ياكل الحوت، ما فهمتش. ماشي ما باغيش ياكل، يقدر يكون اليوم الخميس غدا الجمعة كيدير جديد. لا لا اخويا انا بان لي المواطن بحال بحال ما باغيش ياكل الحوت ولا الله اعلم، ما هو في الموت اثمنه اللحم اخويا بقى العام كامل. لا وبلاد ما عدالك يدير الكرداس وكيدير كيدير الدقديد. نعم نعم. وهذه المناسبه معنا واحد من الجاليه المغربيه اللي كاين هنا دابا معنا، مرحبا بك سيدي. هاك تفضل. السلام عليكم. الاسم محمد الصحراوي. نعم. جاليه مغربيه. اصل المدينه وجده. نعم. وسكنه في قنيطره. نعم. كنجي من جي من فرنسا مره مره نجي لهذا المرشي هذا. حد ماشي جيتي دابا؟ دابا عام ما جيتش. ما جيتش. اه. القضيه ديال الجائحه كان استقبال وكان كلشي مزيان اسيدي الحمد لله، بلادنا زينه. كيف جاك اليوم السردين؟ الحوت رخيص، النورو، النورو الكيلو. نعم. هذا هو النورو. ما تفوتش 300 ريال الكيلو، 400 ريال. شحال الثمن تما في؟ لا لا الغلا الخير عندنا في بلادنا يا خويا، الغلا. برافو عليك، دونك هذا هو اللي بغينا نعرفوا منك، اسمي مثلا بحال دابا السردين شحال تما؟ كاين السردين تما في فرنسا ولكن غالي. غالي شحال واصل تقريبا المغرب؟ غالي راه يدير حتى 8 اورو 10 اورو الكيلو. بالنسبة للمغرب راه النورو الكيلو. الخير عندنا الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. انا كنجي هنا لان الصديق كيبيع الحوت. نعم. عرفتو هذه واحد 3 سنين. نعم. كنجي نجلس معاه ندير كاسه تاي حداه. نعم. هو يبيع الحوت ومشي تشوفو يبيع الحوت هكا وتقول هذا راه بائع الحوت، هذا راه فنان سميتو محمد الزهري. نعم.
كيغني في لي صال وكتشوفو بواحد جهه اخرى راه فنان ومن طو كيبيع الحوت واخا غادي نحتوا طمنا ان ما نبينوش راه كنقال لنا من بعد غادي نشوفوا هذه المساله معاه وغادي ان شاء الله. تبارك الله عليكم. الله يبارك. شكرا ومرحبا بك. حيا بلادنا حيا الملك. مرحبا سيدي. مرحبا. غادي نشوفوا مع واحد النقاي اللي كينقي الحوت بغى يقول شي كلمه. مرحبا. هانتوما تبارك الله. السلام عليكم. السلام. كيداير خويا؟ كيداير. السلام عليكم. مرحبا بك معنا. لاباس. كتنقي الحوت؟ تنقيو الحوت اخويا تنترزق الله. شحال من ساعه كتزاوي هذه المهنه هذه؟ واش 22 عام اخويا وانت تنقي. عطاوني 11 عام بديت تنقي دابا عندي 33 سنه. تبارك الله. وديما تنقي هنا كباعوا الحواته تناكل خبيز ما باعوش الحواته ما تناكلش خبيز. بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله. هذه هي اللي كاينه اخويا انت كتشوف قدام عينك السريافه. مرحبا مرحبا. جات شي تنقيه كناكل خبيز معاهم اللي عندي وليد. الله يخليك. مجوج خدام على امي. الله يخليك. اليوم عندنا وغادي نشوفوا الاسماء مع الله يحفظك. صباح الخير. اتمنى زوينه. الحمد لله. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا. كيف ما تبعتوا معنا متابعين غادي نشوفوا مع احد المحلات اخرين غادي. السلام عليكم سيدي. شحال هذا سيدي. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا تبارك الله خير بلادنا موجود تبارك الله. انتما رشيد خويا بخير بخير الله يحفظك. الله يبارك فيك. لا الاثمنه هذه ميرنا 1000 ريال. ميرنا 1000 ريال. الشرن الشرن 13 درهم. 13 درهم. هذا البوش رقيق كنبيعه ما بين 20 درهم 15 درهم. غادي نعاود نرجع بالنسبه ل لا هذا الشرن ها الميرنا. منين المتاخر؟ هذه؟ نعم. هذه ديال المهدية. ديال المهدية. هذه المهدية. هذه الساعة كاملة ديال المهدية. هذه كاملة ديال المهدية. وكاينة بحال هذه كتجي من جديدة هذه. هذا السردين هذا كيجي من جديدة. السردين ديال المهدية هذا الوقيتة كيكون رقيق ما كيكونش غليظ بزاف. كيكون رقيق في هذه الوقيتة هذه. فهمتيني؟ وكنضطروا نجيبوا هذا الحوت الغليظ من جديدة. لأن فيه الجودة وداك الشيء زوين والناس كتبغي الشواية في هذا الوقت ديال الصيف. كتبغي الشواء وكيكون السردين غليظ والجودة ديالو زوين. هذا كنبيعو ما بين 13 ما بين 15 و 20 درهم. هذا البوجو رقيق. دابا تصبح شحال كتبيعو؟ كنبيعو ب 15 درهم. 15 درهم. هذا الشرن كنبيعو ب 13 درهم. والميرنا كنبيعوها ب 50 درهم 1000 ريال. نعم. وبوسيف سبادون كنبيعو ب واحد المحل اخر كنبيعو ب 50 درهم. 50 درهم. الثمن مزيان والسلعه الجوده ماشي. ديال المهديه هذا كيكون غير في المهديه ما بين المهديه والعرايش وداك الشيء هذه المنطقه هذه. هذا كيديروا الناس طاجين. كيديروا طاجين كيديروا الشوا كاين اللي كيديروا كفته. نعم. كاين اللي كيديروا الكفته. كيطحنوه كيطحنوه كيولي زوين كيخلطوا مع بحال الشكل ديال اللحم بحال الكفته ديال اللحم. نعم. كيطحن داك الشيء كيجي زوين. مازال جيتي في هذا الوقيته ما كاينش الحوت. ما كون جيتي نهار السبت تلقى انواع كثيره ديال الحوت. اليوم الخميس يوم الخميس اليوم الخميس اي السبت والحد مع الاول ديال السيمانه كنجيبوا داك السلعه زوينه. دابا الاخر ديال السيمانه كان اللي كيديروا اللي عطى الله فهمتي ما كنبغيوش نقويو السلعه على حسب الجمعه باش كنريحوا كتكون راحه روبو ديال البيع والشراء هذا اللي كاين اي بحال السبت والحد تجي ان شاء الله تلقى انواع كثيره ديال الحوت ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. مبروك سيدي. كيف ما تابعتوا معنا متابعينا الافاضل هذا هو الاسعار ديال الاثمنه ديال بسوق ولاد وجيه بمدينه قنيطرة. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء ان شاء الله في نهاركم مبروك وتبارك الله عليكم.